فبصير في على القليله انه يعني الاكل الزياده، لانه اظن في احصائيه خرجت في سنه من سنين انه نسبه الهدي الاكل اللي بيروح على النفايات اكثر، يعني ممكن يعني يطعم عائلات كثير. صحيح، في عاليه وفي بالضبط. طيب ما خلينا نرجع نتكلم كمان زي ما ياسمين قالت، فعلا احنا كمان كدول عربيه عاداتنا وتقاليدنا متشابهه. احنا داخلين رمضان باذن الله، والاسبوع الاول من رمضان هو كمان هو الاسبوع اللي بيبقى فيه كتير عزايم وفي موائد الرحمن وفي كل حاجه. تكيات. ازاي اقدر نساعد ندي كده يعني زي حاجه استرشاديه لشعوبنا في الاسبوع الاول، امشي باني ميزانيه؟ هل يمشي اسبوع باسبوع؟ هل يمشي 3 ايام ب3 ايام؟ هل يعمل ميزانيه شهر؟ يمشي ازاي؟ تمام. هو احنا بنقول الدول عملت ايه؟ الدول عملت مخزون استراتيجي. يعني ايه مخزون استراتيجي؟ يعني حطت السلع عندها، في سلع عندنا هتكفي 3 شهور، في سلع عندنا هتكفي لاخر السنه او كمان الربع الاول من السنه الجايه. فهنا ثقافه المواطن المستهلك مثلا بيفكر هي بتوفره لي كامن غذائي، احنا بقى بنقول ان احنا هنوفره، لانه لو قعدنا طول الشهر ما عملناش اي حاجه بس اكلنا موجود احنا شعارين بالامان. فهنا بيحاول يوفر قدر المستطاع ما يكفيه الشهر بالكامل، لانه يعني شهر صيام. فهنا احنا يعني حسب دخله، ما هو دخله ايه؟ لو بيقبض بالشهر طبعا يكون افضل عنده انه يحط فلوسه، بما اننا بنقول اساسيات، يحط فلوسه في اللحوم، في الدواجن، في المكرونات، في لا انا اقصد يعني يعمل ميزانيه مثلا، هو مرتبه قبضه خلاص وعنده 4 أسابيع رمضان، يعمل ميزانية مثلا يشتري الأسبوع الأول ولما يخلص يدخل على التاني، ولا يشتري حاجة الشهر؟ خطة يعني خطتك. حتى الأصناف اللي ممكن أحيانا عنده مشكلة بأنه بيكون في أكثر من صنف على نفس الطاولة وبنفس المائدة، فأحيانا يعني لازم يكون ممكن يخلص المرتب وعي في الأسبوع الأولين أول 3 أيام. خليني أقول برضو يعني أول أسبوع ده أهم أسبوع، هو اللي بنفق عليه نسبة كبيرة جدا من استهلاك الشهر. ليه؟ لأن أنا ببقى داخل رمضان في فرحة معينة، رمضان في عزومات القرايب والأهل والأصدقاء، فبخلص كل حاجة في أول أسبوع، وبعد كده بنبتدي عادي بنتزن جدا خلاص وعدينا المرحلة دي، بنبتدي أكلنا يبقى بسيط، بنبتدي إن احنا بنشعر بالتخمة، بنبتدي إن احنا عايزين نعيش حياتنا العادية خلاص. يعني الشعور انه يعني اللي احنا بنعمله في رمضان ده خلاص بدا يهدى، بدانا ان احنا عايزين نعيش حياتنا. فاول اسبوع طبيعي جدا ان الناس مسرفه فيه، ولكن نسرف بدون افراط. يعني ايه؟ يعني انا كده كده بعمل وليمه، كده كده بعزم الاهل والاقرباء، المفروض ان انا اعزمهم، مش شرط احط لحوم ودواجن واسماك وحاجات ما تنفعش جدا ولا تليق بينا ان احنا كعرب وكمسلمين. يعني المفروض ان احنا بندعم الناس وبندعم الفقراء. ليه الصيام اتعمل؟ الصيام اتعمل عشان اشعر بالفقير، لكن لا، ده انا بزود حاجه الفقير. فقير طول اليوم ما بياكلش، انا باجي باكل بشراهه. فهنا يعني هو يعمل ميزانيه اول اسبوع وبعدين يقللها. المفروض هو اول اسبوع دوت لو في اسر كبيره، يعني بنتكلم طبعا مش يعني الزوج والزوجه اللي عندهم طفلين لسه في ابتدائي او لكن بنتكلم الاسره الكبيره، الجد والجده دايما متعودين يلموا اولادهم ويفرحوا بالشهر رمضان المعظم، وقد يكون انه ده هي العزومه الوحيده في الشهر كله اللي الولاد ممكن يشوفوا يعني جدهم وجدتهم، بياكلوا عندهم افضل حاجات وبياخدوا اكلهم وهم مروحين، فدي فرصه ان هم هيوفروا اكل يوم كمان. نعدي الاسبوع دوت، احنا جبنا خلاص مخزون استراتيجي، اللي قادر يجيب الشهر كله جاب، واللي مش قادر يجيب الشهر كله جاب اسبوع. وبرده بنقول حسب الدخل بتاعي بوفره ايه، مهمه قوي ان يكون عندي اكلي متوفر باسعار كويسه جدا. ما ابتديش هنا ان انا اقول انه لا انا لازم ادخل الهايبر ده واشتري منه الاكل وما ادورش على البدائل. في بدائل دلوقتي اونلاين، بنتكلم للاسر اللي هي الحديثة العمر، يعني تقدر تمسك الموبايل في ايديها وتقدر تختار الحاجات بتاعتها باسعار رخيصه من اكتر من مكان، وبتجيلها لغايه البيت عندها. فالثقافه دي بقى تبتدي تشتغل، ازاي اني انا اجيب من كل مكان الحاجات اللي بيتميز بيها واسعارها مخفضه، علشان اقدر ان انا اعمل السفره بتاعتي بشكل كويس جدا. التاجر، اسمح لي اقول حاجه، التاجر بيعمل ايه؟ التاجر يا بيبيع لك بسعر اعلى يا بيخفض لك الكميه. تعامل انت بقى في الميزانيه دي انك خفض الكميات اللي محطوطه، حط كل الانواع اللي نفسك فيها تمام، بدون تبذير، بدون بذر، كميات اقل، ولكن قلل الكميات الموجوده على السفره، بالتالي هتقلل الهدر.
خد بعضك وانزل حط بواقي السفره دي على الناس اللي يعني القاعده بتاكل في الشارع او موائد الرحمن، هتتعب ان انت نازل توزع عليهم بنفسك، فهتقلل بذخك، فهتوفر لهم اللي هو الدعم النقدي مش الدعم العيني، لان الدعم العيني مش كل الناس هتحب الاكل اللي انا بحطه او فاهماه او فاهمه قيمته، لكن لما اديله فلوس، ودي اللي عملتها وزاره التموين، نقلت لك الشنط هنا، هي كانت ازمه في رفع الاسعار، فبالتالي عملت كروت، الكروت دي 20 50 100، تروح تشتري الكروت وتوزعها على اللي انت عايز ان انت تدعمهم في شهر رمضان.